عائلتها كانت بترتب لجوازها من الملك عبد الله ملك الأردن، لكن ما حصلش نصيب. اتذكر اسمها في قضية كبيرة سببت لها أزمة نفسية وبعدت شوية عن الفن، وفيفي عبده كانت سبب طلاقها من مدحت صالح. دي كانت تصريحات الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، جميلة التسعينات وفتاة أحلام الشباب وقتها. شيرين إلهام سيف النصر اتولدت لأب مصري وهو الصحفي إلهام سيف النصر وأم فلسطينية، بتعود أصولها لعائلة هاشم المقدسية، وجدتها الأمها هي والدة الملكة علياء زوجة ملك الأردن السابق. وقالت إن كانت العيلة بترتب لجوازي من الملك عبد الله، لكن الجوازة ما كملتش واتجوز بعدها الملكة رانيا. صحيح، التاج يبقى على راسك ويقسم لغيرك. اتخرجت شيرين من كلية الحقوق عين شمس سنة 1991، وبعدها سافرت عاشت شوية في فرنسا وشافت الفنان يوسف فرانسيس وقدمها للسينما، ولفتت الأنظار ليها بسبب جمالها وملامحها الأوروبية. شهادة لله هي كانت قمر بصراحة يعني. وكان من أشهر أعمالها اللي ارتبطت بيها كان مسلسل مين ما بيحبش فاطمة، وقدمت في السينما أكتر من عمل وأشهرهم النوم في العسل مع عادل إمام، كمان سواء الهانم البلدوزر، وكان آخر أفلامها أمير الظلام مع برضو عادل. عائلتها كانت بترتب لجوازها من الملك عبد الله ملك الأردن، لكن ما حصلش نصيب. اتذكر اسمها في قضية كبيرة سببت لها أزمة نفسية وبعدت شوية عن الفن، وفيفي عبده كانت سبب طلاقها من مدحت صالح. دي كانت تصريحات الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، جميلة التسعينات وفتاة أحلام الشباب وقتها. شيرين إلهام سيف النصر اتولدت لأب مصري وهو الصحفي إلهام سيف النصر وأم فلسطينية، بتعود أصولها لعائلة هاشم المقدسية، وجدتها الأمها هي والدة الملكة علياء زوجة ملك الأردن السابق. وقالت إن كانت العيلة بترتب لجوازي من الملك عبد الله، لكن الجوازة ما كملتش واتجوز بعدها الملكة رانيا. صحيح، التاج يبقى على راسك ويقسم لغيرك. اتخرجت شيرين من كلية الحقوق عين شمس سنة 1991، وبعدها سافرت عاشت شوية في فرنسا وشافت الفنان يوسف فرانسيس وقدمها للسينما، ولفتت الأنظار ليها بسبب جمالها وملامحها الأوروبية. شهادة لله هي كانت قمر بصراحة يعني. وكان من أشهر أعمالها اللي ارتبطت بيها كان مسلسل مين ما بيحبش فاطمة، وقدمت في السينما أكتر من عمل وأشهرهم النوم في العسل مع عادل إمام، كمان سواء الهانم البلدوزر، وكان آخر أفلامها أمير الظلام مع برضو عادل إمام. واللي صرحت مرة بكل جرأة وقالت عادل إمام ضيع 9 سنين من عمري معاه في مسرحية بوديجارد، والناس كانت فاكراني اعتزلت بسبب قلة أعمالي، لكن في العموم شيرين ما لحقتش تفرح كتير بالنجومية والشهرة اللي حققتها. وفي أواخر التسعينات اتحط اسم شيرين في قضية كبيرة قللت من شعبيتها، والقضية دي كان المتهم الرئيسي فيها ممدوح الليسي رئيس قطاع الإنتاج وقتها بتهمة التربح واستغلال النفوذ. وسبب وجود شيرين في القضية إن جوزها الأولاني كان رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، عشان